سكتش السبانخ. السبانخ اللي هو اسمه الحجر، اسمه ايه؟ حجر صحي. حجر صحي معانا. عامله اكل ايه يا ماما؟ سبانخ. ايه ما بتحبهاش؟ يا ماما بقالي 27 سنة عايش معاكي في البيت ده، وكل مرة بتعملي سبانخ بتتفاجئي إن أنا ما بحبهاش. فيها حديد وهتقوي مناعتك. يعني ما بين 50,000 نبات صالح للأكل على كوكب الأرض، ما لقيتيش غير السبانخ؟ والله مش عاجبك أكل أمك، روح كل بره. يا ماما أنت عارفة إن في حجر وحظر، ولو نزلت دلوقتي يقبضوا عليا. يبقى تدفح وأنت ساكت يا راعي حبوب. مش هدفح وأنا ساكت، هعمل سندوتش جبنة. مفيش جبنة. إزاي؟ التلاجة كانت مليانة الصبح. رشيت عليها ملح وخزنتها. أحمر بطاطس. شوال البطاطس اللي في البلكونة قشرته وقطعته وكيسته. هطلع كيس وأعمله. لا. طب هقليلي ببتدي. ولا لو مديت إيدك على التلاجة هقطعها. فيها هو أنت بتعملي فيها كده ليه وأنا مش ابنك؟ ابني؟ فاكر كم مرة اتريقت على أكل وطلبت ديليفري؟ فاكر كم مرة وقفت قدام البوتاجاز الكحلة وفي الآخر الأكل بيترمي في الزبالة؟ فاكر الخبزة؟ فاكر اللوبيا والمسقعه والبصاره؟ يا ماما والنبي مش وقت تصفيه حسابات، انا جعان حرام عليكي. كل سبانخ. ما بحبهاش. مش مشكلتي. خلاص يا ماما مش هاكل النهارده، انا هروح انام تاني وصحيني بكره على الاكل. بكره عامله قلقاس. ماشي يا ماما. السبانخ والردود الافعال ده واحد من السكتشات اللي انتوا قدمتوها. السكتش ده حاله بس مبدئيا استاذه لبنى ونس مامه ايه؟ الفنانة لبنى ونس والدتك. طيب تحية كبيرة جدا لها مني ومن كل اللي متابعين أعمالها وأدوارها المختلفة المتنوعة، ومنهم آخر فيلم شفته بين بحرين. آه كان أداءها حلو جدا في الفيلم كالعادة. ربنا يخليك يا أستاذة. تحية لها. ومين بقى اللي مثل دور الابن؟ عمرو بارتنر في كايرو تايم، وكنا مسافرين فعملنا السكتش ده. سكتش عائلي. ايوه بس اداء حلو. اتصور بالحب كده. لا يعني تحس ان هو بجد ما بيحبش السبانخ. اه انا شفت الكومنتس بقى التعليقات، تحس ان كل الجمهور يعني الحوار ده حصل ما بينه وما بين مامته ملايين كتير. المرات. احنا بنحاول نلمس الناس في كل حاجه مش في السكتشات بس، يعني حتى ريبورت بنحاول نحكي حاجه انت لمستك. يعني مثلا التحرش عملنا عنه ريبورت، حاجه لمست بنات كتير في مصر. بنحاول نبقى قريبين من الناس في المواقف اللي هم عايشينها كل يوم. بس في معظم الامهات عندهم حته ان انا هتاكل اللي مطبوخ، ولو طلبت دليفري انت كده بتعمل مشكله كبيره. اه عصيان ده. آه فهي الفرصه جت لها بقى، مفيش دليفري ومفيش مطاعم فاتحه فانا هقدمك. اه يعني انت تعالى. افهم من كده ان انت متعاطف مع الابن ضد الام في السكتش ده؟ بصراحه اه. بصراحه لبنى؟ لا 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 مش هتلاقيني طبعا متعاطفه مع، عشان هي ومامتها بيحبوا نفس الاكل. لا عشان انت ام. عشان انا ام بالظبط. ما هي نظره الام على فكره غير نظره اي حد تاني. اه فانتوا شايفين او كتير من الشباب شايفين الامهات اخذوا اولادهم رهائن لاكلهم في فتره الحجر الصحي. تعال على حجري بقى. تعال على حجري. وبيشوفوا انه الدليفري ده عصيان مدني في البيت طبعاً. اللي الطبخ يتاكل. ولو جايبه منين الاكل وحش؟ لو جايبه دليفري من احسن مطعم في مصر الاكل وحش. لا هي الحركه نفسها يعني.